سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. الفيديو تاع اليوم على الالوان الزيتونيه. خيرت لكم اشقر زيتوني فاتح. كاين بزاف اللي يحبوا لي كولور اوليف، يولموا يعني الصيف ولا الشتاء ولا يخرجوا كامل على انواع البشره، اكيد بصبغه بيبي روز. الحاجه المليحه في ماركه بيبي روز بدون مصححات، لانه عندهم اشقر زيتوني. كنت درت لكم في الانستغرام الاشقر الزيتوني وكان عجبكم بزاف، درت لكم اشقر زيتوني فاتح وقلتوا لي اسماء ديري لنا عليه فيديو. عندهم اشقر زيتوني فاتح، هاوليك الرقم تاعو 8.11، وعندهم اشقر زيتوني لامع 8.8. هكذا انا خيرت لكم هذا اشقر زيتوني فاتح، كنت درتو كما قلت لكم في الانستغرام اعجبكم بزاف، قررت ندير لكم عليه فيديو. الحاجه اللي فهمها لكم، الوان الزيتونيه بصفه عامه ما يسحقوش درجه السحب تكون فاتحه بزاف، كما اللون اللي درته لكم قبل هذا تاع الرصاصي اللامع، هذاك يحب درجه السحب تكون فاتحه. مي الاشقر الزيتوني نو، يحبوا درجه سحب نورمال تكون برتقاليه يخرج لكم عادي. يعني كما راكم تشوفوا انا هدايا كنت درت لكم عليه ميلونج، من بعد عاود استعملت شامبو امريكا باش نحيد هذاك اللون باش نعاود ندير لكم فوقو ميلونج واحد اخر. هذا الاشقر الزيتوني يخرج غير على يعني على قاعده تكون برتقاليه ولا اصفر بنان ولا مهم، يعني يكون شعرك فيه ديكولوراسيون، يعني فوق ليماش ولا البالياج، فوق الشعر الغامق هذا الاشقر الزيتوني يخرج لكم بني فاتح. هكذا البنات باش نتفهموا، الا كان شعرك غامق يعني الجذور غامقين حيخرج لك يقدر يفيري لك البرتقالي. على هذا في حال عندك الجذور هابطين، هذه دائما نقولها، عندكم الجذور هابطين تستعملي هذا اللون غير على البالياج ولا على ليماش وين عندك، يعني اللون الفاتح برك. في حال عندك هذوما الجذور غامقين يا ما تصبغيش فوق الاشقر الزيتوني الفاتح، في حال حبيتيه يكون كامل اشقر زيتوني فاتح تروحي ديري غاتخاباج دو غاسين، تعاودي ليماش غير هنايا في الجذور، ديري ليماش او بابي ولا بالبوني انت حره، من بعد تصبغي كامل اللون الاشقر الزيتوني فوقه، هكذا باش ينجح لكم اللون. هكذا البنات، صبغه بيبي غوس صبغه ماشي غاليه كيما موفا نقول لكم، فيها تيوب تاع 100 مليليتر، هادو اللي ما شافوش الفيديوهات السابقه اللي هضرت عليها، فيها اوكسيدون ثاني فيه 100 مليليتر. والحاجه المليحه كامل يجي اكيد معها ليغون قفازات، يجي معاه البلسم اللي غني معمر بالسيروم ويرطب لك الشعر بدرجه كبيره، ويجي معاه مثبت اللون اللي باش تفيكسي لا كولور، تبعوا معايا للاخر باش تعرف المثبت اللون هذا كيفاش يخدم باش ينجح لكم ويثبت لكم لون الصبغه. ويجي معاه اكيد لا نوتيس باش تقراو طريقه الاستعمال. بما انه عندي اكستنسيون شعر هكذا ماشي كبير بزاف، راني حنستعمل نصف عبوه يعني 50 مليلتر، هكذا 50 مليلتر من العبوه، يعني حنستعمل النص فقط ونستعمل نصف تاع اوكسيدون، لانه اساس نجاح الصبغه باش ما تنشف لكمش وباش يخرج اللون ماشي مبقع، نفس كميه الصبغه تقابلها نفس كميه الاوكسيدون. هكذا البنات، كاين بعض الصبغات اللي نضيفوا ضعف الاوكسيدون. دوكا نروحوا للخلط. بون انا حنستعمل بالميزان، وانتم تقدروا تستعملوا بلا ميزان، تبداو تعبزوا منا الصبغات تضغطوا منا حتى تصلوا لهنا تحبسوا، والاكسيدون ثاني تضيفوا كيف كيف. مي انا حبيت دائما انا المقاييس توعي بالميزان باش يجوا مقاييس مضبوطه. هكذا شوفوا الصبغه كيفاش يعني كيما بون طفات لي الكاميرا. شوفوا قلت لكم هاليك، شوفوا الصبغه كيفاش كريميه، يعني صبغه كما ما فنقول لكم في الفيديوهات السابقه قلت لكم بلي سهله في المزج. قصت 50 غرام، دوكا نزيد نقيس 50 غرام من الاكسيدون، مام الاكسيدون تاعهم شوفوا كيفاش كريمي هكذا حتى نوصل 50 غرام. هكذا خلاص راني حبست، شوفوا كيفاش تتخلط، شوفوا تم تتخلط وحدها، ماشي تاع هذيك اللي ما تقدريش تمزجيها ولا صعيبه في المزج. شوفوا تم تتخلط الصبغه، يعني هذه صبغه بيبي غوز حدير حاله، كي تكتشفوها اكيد ما حاش تزيدوا يعني تحوسوا على صبغه واحده اخرى، سورتو لي في الدار
تشري عبوة واحدة تلقاي فيها كلش، يعني ما تكسري راسك، ما تقعدي تحوسي على واش من اوكسيدون اللي ندير، راهم متساويين 100 غرام صبغه 100 غرام تاع اوكسيدون. دوكا نروح للتطبيق. بعد ما خلطنا الصبغه البنات ما تنساوش تروحوا ديروا ليغون البنات، بالكم ديروش. نعطيكم معلومه البنات، قاعده الشعر تاعك قد ما تكون فاتحه قد ما الاشقر الزيتوني يخرج لك فاتح، يعني الى ليماش ولا البالياج تاعك راهم فاتحين يخرج لك الاشقر الزيتوني فاتح وزيد يكون افتح. وعلى العكس يعني قد ما تكون القاعده تاعك برتقاليه رايحه للنحاسي قد ما يزيد يخرج لك الاشقر الزيتوني غامق بزاف. هكا البنات هذه لازم تكون المعلومه تعرفوها. بون البنات انا كي عندي هذا اكستنسيون يعني انا حنصبغوا هكذا، انتوما في الدار دائما تحطوا الشعر هكا على يدكم وتصبغوا، تتاكدوا بلي الصبغه كامل تقاست وتروحوا ديروا هكذا باش تتاكدوا بلي الصبغه كامل دخلت في الشعر. شوفوا تمتم البنات اللون بدا يخرج، اكيد نقلب منه لانه شوفوا على بها اللي تصبغ دائما تدي خصلات ماشي خشن بزاف باش الصبغه كامل تدخل في الشعر. شوفوا البنات اني متاكد بلي كامل الصبغه توزعت وانا نصبغ، شوفوا اللون تمتم بدا يخرج. قلت لكم صبغه فريمون روعه، مي كي تشوفوها هكا ما تخلعوش اللون حتى نصف ساعه، يعني مده الصبغه نصف ساعه باش تغسلوا شعركم، ماشي تروحوا تشوفوا هكا اللون غماق لكم تروحوا تغسلوا شعركم تمتم. نو الالوان هادوما الفاتحه الزيتونيه مهم كلش هادوما الالوان يخدعوكم سورتو الرماديه، يبان لكم غامق لو فات تروحي تنشفي شعرك تجبديه تلقاي اللون كامل يعاود يبان لك عادي تحلك يولي افتح على اللي كان مشمخ. ديما الشعر المشمخ يخدعك. هكا البنات انا نخليها مده نصف ساعه، بعد نصف ساعه نجي نوريكم اللون وين وصل. بون البنات شوفوا انا بالعاني حبيت نقرب لكم لاخاطش اللي يكونوا في الدار يخافوا كي يشوفوا اللون هكا. شوفوا اللون اللي في البابي اذا ويبان راهو يبان لكم اخضر، يعني ما تشوفوش هكا غري نو غير يتغسل يبان لكم الاخضر بالك وبرك يعني تخافوا ولا. هذه هي هكا الصبغه تجي، شوفوا غير ديروا هكا يبدا يبان لكم شويه الاخضر. مي انا نكملها نخلي لها نصف ساعه باش نغسل اللون هذا. بون بعد ما جات نص ساعه هاوليك هاوليك اللون هاوليك داو يبان لكم راح للزيتوني. دوكا باش يبان مليح اكيد الالوان هذوما ما يبانوش وهما مشمخين، نروح نغسلو بالماء فقط، نشلو بالماء فقط. هذه هي صبغه بيبي غوس يتشلل بالماء فقط حتى الماء يولي صافي. هكا البنات حتى هذه الصبغه كامل تروح ويقعد لكم الماء الصافي، حبي يقول الصبغه كامل راحت من عندكم. بون البنات هاي ليك بعد ما شللتو هاوليك بالماء فقط اعيد واكرر حتى الماء يولي صافي، نروحو نستعملو البلسم. هذا البلسم يكفي حتى للشعر يكون طويل البنات. كيفاش تروحو تستعملوه؟ تدو كميه من البلسم كا باش تستعملوه، ما تروحوش تفرغوه هكا، تروحوا تدو كميه منه وتوزعوها على يدكم، من بعد تروحوا ديروا هكا على الشعر تاعكم كامل. غير شوفوا غير ديروا هذا السيروم تحسوا الشعر تولي تزلق وحدها وخفيفه وعنده واحد الريحه، الريحه تاعو بزاف شابه هو والمثبت اللون. دوك نشلو ونعاود. بون بعد ما شللتو من البلسم بالماء فقط ما نستعملوش كامل الشامبوان، نروحو نستعملو مثبت اللون. مثبت اللون تاني ندو كميه كيما هكا تكفي قص الشعر هذا، ونروحو نوزعوها على يدنا هكا، من بعد هذيك نروحو نديروها على كامل الشعر. تاني مثبت اللون ما قالوش شحال نستعملوها من دقيقه، نتوما خلو 5 دقائق 10 دقائق ماكم خاسرين والو. شوفوا تقولوا بلي درنا كميه صغيره، مي شوفوا راكم تشوفوا يعني يمشي مليح في الشعر، هذا هو اللي يثبت لنا اللون. مي ما نستعملوش كامل الشامبوان، بعد مرور نخليه 5 دقائق ولا 10 دقائق تروحوا تشلوه بالماء فقط. الشامبوان ما تستعملوهش كامل، من بعد هذيك تروحوا تنشفوا شعركم عادي. دوك نروح نشلو ونشفوا باش اللون يبان لكم خير ونعاود نولي لكم. بون بعد ما نشفتوا البنات شوفوا لي اللون شحال شباب كيفاش خرج روعه كيما لابواط.
كما فهمتكم في بداية الفيديو، قد يعني درجة التفتيح تاع الشعر تاعك هي اللي تحكم لك في اللون اللي كيفاش يخرج لك. قد ما يكون يعني ليماش ولا البالياج ولا الديكولوراسيون تاعك بصفة عامة، قد ما تكون فاتحة قد ما اللون يخرج لك افتح. هدية يعني حاجة باينة. هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى يكون عجبكم وراكم تستفادوا. يعني بصبغة واحدة رخيصة خرجنا لون شباب بدون مصحح، اهم حاجة. نتمنى يكون عجبكم اللون واستفدتوا. اللي ما مش مابونيين شان يوتيوب تاعي ابوني، وشان يوتيوب بيوتي ويد اسماء. ما تنساوش تاني بارتاجيو القناة، والسلام عليكم.